نبقى في الملف الفلسطيني، وقد قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 48 أسيرا فلسطينيا مستمرون في الإضراب المفتوح عن الطعام تضامنا مع الأسرى بلال كايد وشقيقين محمد ومحمود بلبول. وقالت الهيئة في بيان صحفي أن موجات الإضراب التضامني مستمرة، وهي تأتي في سياق الضغط على إدارة السجون وحكومة الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى المضربين. ودعا رئيس الهيئة عيسى قراقع إلى تحرك واسع على كافة المستويات لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، لافتا إلى أن نصب خيام التضامن وتفعيل الحركة الجماهيرية مسألة جد مهمة. يذكر أن الأسير كايد المضرب عن الطعام منذ أكثر من 40 يوما لا يزال يقبع في مستشفى تابع للاحتلال، ويمر بحالة صحية صعبة بعد تدهور وضعه الصحي، في حين لا يزال يقبع الأسيران الشقيقان بلبول في زنازين سجن عوفر. معي عبر الهاتف المدير الإعلامي مركز أسرى فلسطين للدراسات من غزة الدكتور رياض الأشقر. دكتور رياض، كيف تقيم حجم التضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دعني أؤكد أن عدد الأسرى الذين يخوضون احتجاجات داخل سجون الاحتلال ارتفع منذ الأمس من 48 أسيرا فلسطينيا إلى حوالي 100 أسير اليوم يخوضون احتجاجات داخل عدة سجون للاحتلال، تضامنا وإسنادا للأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول، إضافة إلى الأسير أيضا بلال كايد، والذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ عشرات الأيام احتجاجا على تحويلهم للاعتقال الإداري. والأسير بلال كايد كما هو معروف أمضى 14 عاما ونصف في سجون الاحتلال، وبدلا أن يطلق سراحه قام الاحتلال بتحويله إلى الاعتقال الإداري دون تهمة ودون أي يعني وزع قانوني. حقيقة التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال هو جيد، ولكن حتى هذه اللحظة لا يزال لا يرقى إلى حجم ما يتعرض له الأسرى داخل السجون من اعتداءات وتنكيل وظروف قاسية جدا يعانيها الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. هناك الكثير من الهموم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني حقيقة، تعرقل في بعض الأحيان يعني تنظيم فعاليات كبيرة وواسعة تضامنا مع الأسرى في السجون، ولكن رغم ذلك يعني الكثير من الفعاليات تنظم بشكل يومي تضامنا مع الأسرى، سواء الأسرى المضروبين او غيرهم من الأسرى. طيب، الذين يعانون. خلينا ناخذ فكرة عن حالة بلال كايد والأخوين بلبول اولا، ثم باقي الأسرى المتضامنين معهم، نريد ان نطمئن على اوضاعهم في ظل هذا الإضراب. يعني حقيقة الأسير بلال كايد اليوم يدخل يومه 43 في الإضراب المفتوح عن الطعام، وحالته الصحية تراجعت بالأمس بشكل خاص بشكل كبير جدا، حيث أنه يرفض تناول أي مدعمات أو سوائل ويصر على الإضراب حتى إطلاق سراحه دون أي قيد أو شرط في سجون الاحتلال. نقل إلى المستشفيات أكثر من مرة بعد أن يعني تعرضت صحته إلى خطورة حقيقية، خشية الاحتلال على حياته أن يحدث له مكروه فيتحمل المسؤولية داخل السجون، وبالتالي قام بنقله إلى السجون ومن المستشفيات، ومن ثم أعاده مرة أخرى إلى السجن الذي كان يقبع به أو العزل الذي يقبع به بعد أن بدأ في إضرابه المفتوح عن الطعام منذ عشرات الأيام. بينما حالة الأسيرين الشقيقين البلبول يعني أقل قليل، حيث أنهم يعني فقط مر على إضرابهم 22 يوما في سجون الاحتلال، وحالتهم الصحية يعني تتراجع، أوضاعهم أجسادهم في هزال شديد نتيجة انخفاض وزنهم أكثر من 10 كيلو جرام بعد هذه الأيام من الإضراب. ويعني الخطورة أن يستمر إضرابهم عن الطعام لفترات أطول. ألا يخشى من تفعيل سلطات الاحتلال لقانونها الذي أقرته خلافا لكل المواثيق حول التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام؟ يعني في السابق لم تجرؤ سلطات الاحتلال على تنفيذ هذا القانون ضد الأسرى الفلسطينيين، بالرغم من أنها قررته من أعلى سلطة تشريعية وهي الكنيسة الصهيونية، ولكن حتى هذه اللحظة لم يطبق على أي من الأسرى، وطبق في حالة واحدة فقط وتمت تغذية الأسير محمد علان الذي خاض إضراب طويل عن الطعام وكاد أن يفقد حياته نتيجة هذا الإضراب، تمت تغذيته قسريا عبر الوريد، وليس بالمعنى المعروف للتغذية القسرية بأن يتم إدخال الطعام والغذاء
من الأنف عبر أنبوب إلى المعدة. هذه الطريقة لم تستخدم حتى هذه اللحظة، ولا أظن أنها ستستخدم مع الأسير بلال قائد أو الأسيرين للبلبول. الاحتلال يخشى من تداعيات استخدام هذه السياسة، بالرغم من أنه أقرها، هو أقرها لتشكيل ضغط على الأسرى الذين يخوضون إضرابات مفتوحة عن الطعام لردعهم وتخويفهم من الاستمرار في هذه الإضرابات، ولكن لا أعتقد أنه سيطبق هذا القانون بشكل. طيب هل لمستم من خلال متابعتكم الإعلامية والحقوقية لهذا الملف أي تفاعل حقوقي عربي ودولي معكم؟ للأسف الشديد، يعني للأسف الشديد ليس هناك أي تفاعل. أستطيع القول بأنه لا يوجد أي تفاعل من أي نوع سواء كان عربي أو دولي مع قضية الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، أو حتى قضايا الأسرى بشكل عام في سجون الاحتلال. كل ما هنالك هو بعض التصريحات التي تصدر من هنا أو من هناك، فقط تصريحات يعني كلامية داعمة لقضايا الأسرى في سجون الاحتلال، أو تندد بإجراءات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي تخرج عن كل سياق نصوص ومبادئ حقوق الإنسان المعروفة، ولكن تحركات حقيقية قانونية لردع الاحتلال ولوقفه عند حده ولإلزامه بالمواثيق الدولية في التعاون مع الأسرى حتى هذه اللحظة هذا الأمر نستطيع القول بأنه غير موجود. أنا أشكرك على هذا التوضيح دكتور رياضة الأشقر المدير الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات.